صباح الخير، صباح النور. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. نرحب بكامل المشتركات ونقول لكم مرحبا بكم، نورت القناة. المهم اليوم جيتكم بفيديو خفيف ظريف، حبيت نشارك معكم روتين من الصباح نتقبل لولادي على بالكم، لانه كنت البارح يعني في وقتها الفيديو هذا تقريبا عنده 3 ايام والله. المهم كنا درنا التطعيم لانه رجع اجباري هنا في مصر البنات اللقاح، على بالي يقولوا لي علاش درتيه وباش مضمون وهكذا، اما البنات هنا راه ولا اجباري، ما كانش ما عندك وين تدخلي بلا لقاح، ديري الاقامه ما كانش تدخلي الجوازات، اي مكان تدخلي له هنا حكومي ما تقدريش تدخلي، ميم للسفر رجع اجباري، ما نقدرش انا ندخل دوكا مثلا نكون جي نسافر للجزائر ولا ما نقدرش ندخل له. المهم الحمد لله رحنا درناه، وكنت في الليل هكا تعبت شويه يعني يدي ثقلت وذاك، رقدت شويه بكري ومن بعد ولينا صباح نتقبلهم. المهم هنا كنت دايره كيك هكا تاع البرتقال وحاطه فوقو ثاني صوص تاع البرتقال، المهم جا بزاف خفيف والله العظيم جاي شهي، ونوض درت فيها كاس حليب وثاني درت عندي الكونفيتير. المهم وقعدت هكا نستقهوى شويه مع راسي قبل ما ينوضوا الاولاد، قلت خلي نعدي شويه وقت هكا وحدي على بالكم كي نوضو كيفاش تسرع الحاله ويعود العياط ويعود البكاء، وهاتي لي الحليب ونبدل القش يسمى. من الاحسن الواحد هكا ينوض شويه قبلهم ويستغل الوقت هكا شويه مع روحو، او اذا كان عندك شغل لازمك تكمليه قبل ما ينوضو هما، هكذا تكوني كملتي كل شيء. المهم ما تنساوش البنات تخليوا لي لايك على الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم تاعكم، شكرا لكم على لي كومونتير على التعليقات على النصائح اللي تخليوها لي، والله العظيم غتفرحني سورتو النصائح اللي تنصحوها لي. شكرا لكم بزاف بزاف كامل الاخوات الامهات الكامل خواتاتي، شكرا لكم. جيت باش نطبق الحوايج، المهم شوفوا التدبيره اللي دارتها لي ماما، قالت لي وعلاش ما تنحيش الحوايج يعني الحوايج تاع عمر وجوري القش اللي لبسوه، وعلاش؟ لانه كنت حاطاه كيما اللي بالنسبه اللي متابعيني كنت حاطاه في ديك الخزانه هذيك تاع القجار هذيك الصغيره. المهم قالت لي وعلاش ما تنحيش وتشري هكا سلال، وقعدت مصره وكل يوم تقول لي هيا روحي اشري سله، هيا روحي اشري سله، روحي اشري سله، وانا نقولها ايه ان شاء الله كي نخرجوا، ايه ان شاء الله كي نخرجوا ما نشريهاش حتى نشوفوا، خليتني رحت جبتهم. المهم دارت لي الحوايج تاع عمر هنا والحوايج تاع جوري هنا، قالت لي هكذا باش كي تنحيهم طبقيهم طول يجوك ساهلين، قالت لي حطيهم في الخزانه تاعك من التحت. المهم وهذيك اللي كنت حاطه فيها تاع القجور هذيك ولات، قالت لي حطي فيها لما علي ماشي تحتاجيهم كل يوم باش الكوزينه ما تجيكش بزاف فيها الحوايج لما يعني ولا ما تلقاش وين تحطي السله هذه الكبيره فيه الحوايج، هذا وين غسلتهم ونشفوا، وهذه تاع جوري وعمر. شوف يعني عطاتني تدبيره وقلت لها دوك تشوفي، قلت روحي، قلت لها جيتي خلطتي لي الدنيا قلت لها دوك راك تروحي ولي نرجعهم. البارح عيطت لي قالت لي رجعتي لما يعني رجعتي الحوايج، قلت لها لا ما رجعتهمش عجبوني يعني هي ولغه تدبيره مليحه يسمى، حتى ندير لهم ان شاء الله الغرفه تاعهم نجيب لهم خزينه تكون كبيره تلم لهم حوايجهم ان شاء الله، نولي نحيهم منها. المهم هما يعني عندهم حوايج غير قيس سلل هذا يعني ما عندهمش حوايج بزاف.
راني كملت طبقت الحوايج تاعي، دوك نرجع السلل في الخزانه. المهم بعد ان شاء الله نروح للكوزينه لانه باغيه ندير بسبوسه اليوم، راني متشهيتها بزاف. هنا اول حاجه بديت بالشربات، درت كيما راكم تشوفوا كاس سكر، ودرت معاهم زوج كيسان تاع الماء، هذه هي شربات البنات، وزدت معاهم القارص. هذا مكان حركتهم وحطيتهم على النار، تقريبا كي تشوفهم يغليو وليو نقصوا للغاز هكا شويه 10 دقائق خليهم يغليو. وهذه هي الشربات تكون طايبه، لازمنا نبداو بها هي الاولى قبل هكذا باش كي نديروا البسبوسه تاعنا وطيب. سما تكون البسبوسه سخونه والشربات تكون بارده. هنا ثاني حاجه البنات، انا عندي هنا ثلاث بيضات، استعملت ثلاثه، نتوما كل واحد وكيفاش تبغي، كاين اللي تبغي دير ربعه حسب المقاس تاع الصينيه اللي موجود عندكم. انا درتو في تاع زجاج دوك تشوفوا. المهم هنا درت واحده فانيليا، لازم نخلطوها طبعا مع البيض على بالكم باش ما تجيش هذيك ريحه البيض. وهذاك الكاس شوفوا، هذاك الكاس راه ماشي كبير، متوسطه اللي نشربوا فيه الحليب. المهم انا درت واحد تاع سكر، ودرت كاس تاع حليب، وبالنسبه للزيت درت كاس ماشي معمر، تقريبا نقولوا كاس غير ربع ولا هذا ما كان، وزدت سميد تاع البسبوسه تاعنا. شوفوا نتوما على حسب الخليط تاعكم، انا تقريبا طاح لي بهذاك الكاس زوج كيسان ونص، ودرت وحده تاع خميره تاع الحلويات وهكذا، وضربتهم يعني ما عاود شعلت الباتر ولا غير هكذا خفيف برك. وهنا كملتها كيما راكم تشوفوا. هذا هو بالنسبه للمول اللي حطيت فيه، شوفوا بالنسبه للخليط شوفوا كيفاش يجي، والله العظيم تجيب بسبوسه بزاف بزاف بنينه وخفيفه يعني، وتجي مشربه. وهنا كيما راكم تشوفوا كنت شعلت الفرن من قبل وحطيتها باش تطيب. هنا بعد ما كملت طابت الشربات تاعي كيما راكم تشوفوا فيها ثاني طابت وكانت بارده، هنا سقيتها وخليتها باش تتشرب. كيما راكم تشوفوا قررت باش ندير لهم مكرونه. المهم هنا درت الماء عادي، وكيما شفتوا بغيت انا نديرو صوص بيضه هكا، ما بغيتش نديرو حمراء لانه محمود طلبوا مني بيضه. المهم درت الماء كيما شفتوا، زدت له شويه ملح شويه زيت، وحطيت هذيك المكرونه تاعي باش تغلي، اما ما خليتهاش بزاف مده طويله باش راكم تعرفوا باش ما تعجنش وتطيب بزاف. هنا بالنسبه للصوص هكا درتها بيشاميل. المهم هنا درت زبده وخلطت معاها الفرينه، خليتهم هكا شويه في النار، ومن بعد وليت نزيد بالحليب بشوي بشوي ونحرك هذا مكان، وزدت شويه فلفل اسود، شويه تاع الملح طبعا، وزدت الفرماج. انا استعملت الفرماج الموتزاريلا، انتوما كيما تبغوا تزيدوا فرماج هذاك العادي تاع المثلثات، انا مالف ندير فرماج مثلثات، اما كي عاد متوفر عندي فرماج موتزاريلا حبيت ندير فرماج موتزاريلا. هذه هي، وخليتها تغلي هكا شويه. وبالنسبه للحليب خليتها شويه خفيفه، ما تخليوهاش ثقيله بزاف بزاف. بالنسبه للفرماج راني قسمته نص، حطيته هكا ونص حتين، حطيت المكرونه تاعي معاها وخليتها.
نحلب شويه تاع تيزانه، بغيت نشرب تيزانه سخونه. راه واحد عندنا واحد البرد هاد اليومين، كثر البرد عندنا، وراح نقسم جيت حنقول لكم بربوشه البسبوسه تاعي بعد ما طابت، بعد ما بردت شاني نخلط انا مع باش صرالي على بالكم. بعد ما طابت جيت نقول لكم، بعد ما بردت قلت لكم بعد ما طابت. المهم نقسمها، شوف بردت منيح باش تكون شربت هذيك الشربات اللي فيها. هنا البنات كما راكم تشوفوني قطعت البسبوسه. المهم قلت لكم والله العظيم تجي بزاف هايله، وهذه الوصفه طبعا تاع ماما هذه جبتها من عند ماما، ودائما كنت نديرها معاكم والله العظيم تجي تحبها. جربوها ما تندموش. نبدا التيزانة تاعي هيا ونروح نريح شوية. المهم البنات هنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. متنساوش تخليولي لايك اذا عجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.